بسم الله الرحمن الرحيم. انا عارف ان انتوا مش فاضيين لنا، بس احنا قلنا من باب رفع الروح المعنويه وعشان تعرفوا ان احنا فاكرينكم في امتحان كده بتاع فلسطين الازهر الدور الاول بتاع السنه 2020. تعالوا نشوف هما نفس المنهج بتاعنا. تعالوا نشوف كده الامتحان شكله ايه. بسم الله كده، بسم الله الرحمن الرحيم. امتحان الشهاده الثانويه الازهريه لدوله فلسطين 1441 هجريا 19/2020. الامتحان عباره عن 5 اسئله، اجب عن الاسئله الاتيه. السؤال الاولاني، اختر الاجابه الصحيحه. عندما يزداد معدل التغير في الفيض المغناطيسي القاطع للملف عدد لفاته 100 لفه بمقدار 1/10 ويبر لكل ثانيه، فيتولد بين طرفيه قاف دال كاف مستحسه، نوعها ايه وقيمتها كام؟ طبعا هو السؤال زي ما انتم شايفين بيتكلم عن قانون فاراداي. يزداد، دي كلمة مهمة في الحل، معدل تغير الفيض اللي هو دلتا فاي على دلتا تي بمعدل لملف عدد لفاته 100 لفة بمقدار 1/10 ويبر كل سنة. يعني الراجل اداني قيمة الـ N واداني قيمة الدلتا فاي على دلتا تي. لو ناسي يبقى نفتكر سوا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الـ EMF سالب M دلتا فاي M على دلتا تي بالتعويض المباشر هيطلع الناتج معانا ال 100 اهي، تمام؟ والدلتا فاي على دلتا تي قيمتها 1/10، فالناتج هيساوي سالب 10 فولت. طيب هو بقى ايه؟ يا ترى هتبقى عكسيه ولا هتبقى طرديه؟ هرجع لكلمه يزداد. الفيض المغناطيسي لما يزداد بتبقى اتجاه قاف الكاف عكسيه تبقى عند قاعده الهرتز، فهيبقى القيمه عكسيه بتساوي 10 فولت. طبعا انت هتقول طب هو فين السالب؟ ما هو كلمه عكسيه هنا اغنتك عن الاشاره. طب هل هي طرديه 10 فولت؟ لا طبعا. هل هي متردده؟ لا طبعا. طيب السؤال الثاني، في اختر في الشكل الموضح تكون قيمه ار تساوي، هنا طبعا بيتكلم على توصيل المقاومات وعلى قانون اوم للدوائر المغلقه. طيب السؤال البسيط اهوت، المقاومه دي 10 اوم، تيارها 1 امبير، دي 5 اوم مش حاطط التيار، ودي مقاومة R، ودي 12 فولت ومش حاطط مقاومة داخلية. طيب أنا خطواتي إيه؟ أول حاجة أنا عندي الـ V بدل بقيمتها بـ 12. طب التيار العمومي الـ 1 أمبير ماشي في مقاومة قيمتها 10. طب الـ 5 أوم دي هيمشي فيها تيار قيمته 2 أمبير عشان يبقى فرق الجهد زي بعض. طب يبقى كده التيار العمومي قيمته 3 أمبير. طب يبقى الـ R الكلية زائد الار سمول طبعا القانون اوم للدوائر المغلقه بتساوي الفي باتري على الار. طب الفي باتري قيمتها 12، طب الاي قيمته 3، يبقى انا عندي محصله المقاومات قيمتها 4 اوم. طب هو ما عنديش مقاومه داخليه، يبقى المقاومه الخارجيه كلها قيمتها 4. طيب المقاومه دي عباره عن ايه؟ ال 10 وال 5 دول توازي زائد الار. طب هو ال 10 وال 5 دول توازي يديني كام؟ 10 في 5 على 15 اللي هو جمعهم، فيطلع بالظبط 3/3 اوم دي قيمه الفريق ده. طيب يبقى ار اللي هو عايزها زائد 3/3 لازم تساوي 4، اذا قيمه ار هتساوي 2 اوم. طيب نروح للسؤال اللي بعديه ب. في السؤال الاول، ما هو شرط حدوث كل منه؟ صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم. حدوث قوة تجاذب بين سلكين متوازيين عندما يمر بكل منهما تيار كهربي. امتى يحصل تجاذب بين سلكين متوازيين بيمر فيهم تيار كهربي؟ امتى القوة تبقى تجاذب؟ يلا نفتكر سوا كده. لو كان التيارين في نفس الاتجاه هيبقى المجال المغناطيسي بتاع اللي على اليمين ده للخارج واللي على اليسار للداخل في المنطقة بين السلكين، تقل كثافة الفيض بين السلكين وتزداد خارج السلكين، فيتأثر السلكين بقوة نحو الداخل فتظهر في شكل ايه؟ تجاذب. يبقى أنا هنا إجابتي عندما يمر التيار فيهما في نفس الاتجاه. طب السؤال اللي بعده، تولد قوة دفعة كهربية مستحثة في ملف. السؤال ده رائع جدا وممكن نطلع منه كذا شكل، بس احنا عايزينه على بساطته كده. امتى تتولد قاف دال كاف
مستحفة في ملف؟ الإجابة عندما يتعرض الملف لمجال مغناطيسي متغير. عندما يتعرض الملف لمجال مغناطيسي إيه؟ متغير. طب أنا لو زودت كلمة تولد قوة دفع كهربية مستحسة عكسية في ملف، يبقى عندما يتعرض الملف لمجال مغناطيسي متزايد. طب تولد قاف دال كاف كهربية مستحسة طردية في ملف، يبقى عندما يتعرض الملف لمجال مغناطيسي ماله متناقص، يبقى هنا يتولد في قاف دال كاف مستحسة إيه؟ طردية. طيب السؤال اللي بعده، طبعا هو بالطريقة اللي هو جابها دي انت بس هتقول له عندما يتعرض الملف لمجال مغناطيسي متغير. انعدم الفيض او انعدام الفيض المغناطيسي في ملف حلزوني عند اتصاله بمصدر مستمر. امتى يبقى عندي ملف لولبي ومتصل بمصدر مستمر وملوش مجال مغناطيسي؟ ده عندما يكون الملف ملفوف لفا مزدوجا. اللي ناسي شكل اللف المزدوج، ان الملف بياخد الشكل ده اهو وبنرجع بيه تاني، والتيار بيدخل وبيمشي في الاتجاه ده وبعدين يرد، تمام؟ فيبقى محصلة المجال المغناطيسي لهذا الملف بتساوي صفر. الحصول على مقاومة صغيرة من عدة مقاومات كبيرة طبعا عند توصيل تلك المقاومات على التوازي. السؤال جيم، محول كهربي يحول 220 فولت إلى 17.6 فولت. طبعا ده محول خافض للجهد، والنسبة بين عدد لفات ملفيه 10 إلى 1. عدد لفات ملفيه 10 إلى 1، احسب كفاءة. طيب بمنتهى البساطة أنا عندي قانون كفاءة المحول VS IS على VB IB في 100 يساوي VS NB على VB NS. بمنتهى البساطة هو أنا عندي قال لي هو بيحول مين إلى مين؟ 220 إلى 17.6، يبقى ديت الـ VB وديت الـ VS. فأنا لما حاجة عوض الـ VS هنزل مكانها بـ 17.6 والـ VB 220. طيب والنسبة بين عدد لفات ملفية 10 إلى 1، أنا قريتها من اليمين للشمال 10 إلى 1، غيري قراها من الشمال لليمين 1 إلى 10. اللي هيحكمني إن ده أنا فهمت إنه طالما هيحول 220 إلى 17.6 يبقى ده محول خافض الجهد، يبقى عدد لفات السنوي هي اللي أقل، يعني دي الـ NS ودي الـ NB، يعني الـ NS هيتحط مكانها 1 والـ NB يتحط مكانها 10، وهنزل هنا بالمية بتاعتي. طيب هو عايز ايه بقى؟ عايز الكفاءة. طب انا لو عوضت تعويض مباشر هيطلع معايا الكفاءة هنا 80، تمام؟ طيب هو عايز ايه تاني بقى؟ عايز النسبة بين شدة التيار في الملفين. بمنتهى البساطة خلاص انا عندي الـ VS 17.6 على 220، وهنا قيمة الـ IS على الـ IB. طب هو قال لي النسبة بين شدة التيار في الملفين، ما قالش ابتدائي ثانوي ولا ثانوي ولا ابتدائي، فهتبقى الطريقتين هيبقى صح، بس المهم ان انا ابقى حاطط الايه الرموز بتاعتي، يعني هتبقى قيمة الـ IB او الـ IS اهي الى الـ IB هتساوي 80. هي طبعا دي 80%، يعني الكفاءة بتاعتي دي 80%، فهتبقى هنا 8/10 يعني في 220 على 17.6 هتطلع 10 إلى 1. السؤال الثاني نكمل مع بعض، يلا.
ما المقصود بكل من معامل الحث الذاتي للملف؟ انا في الامتحان لو نسيت معامل الحث الذاتي بفكر نفسي من خلال القانون، بقول لنفسي هو القانون بتاع الحث الذاتي كان بيقول ايه؟ الاي ام اف بتساوي سالب ال دلتا اي على دلتا تي. طب يبقى معامل الحث الذاتي يقدر عدديا بالقوة الدفعة المتولدة بالحث في الملف إذا كان معدل تغير تيار بمعدل 1 أمبير في الثانية. بالبلدي دي هتكون قد دي لما ده يكون بواحد. فأنا بترجم مع نفسي كده، معامل الحث الذاتي لملف ماشي يقدر عددية، ناخد القيمة العددية بس بإيه بقى؟ بمقدار قوة الدفعة المستحثة المتولدة في هذا الملف. إمتى بقى؟ عندما يتغير تيار هذا الملف بمعدل 1 أمبير لكل ثانية. طب كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة، أنا فاكر القانون اللي بيقول إن الإف بي حيساوي البي آي إل ساين ثيتا. يبقى كثافة الفيض المغناطيسي عند نقطة تقدر برضو بالقوة المغناطيسية المؤثرة عموديا على مين بقى؟ على سلك مستقيم طوله 1 متر تياره 1 أمبير موضوع عموديا عند تلك النقطة. طيب المفاعلة السعوية هي الممانعة التي يلقاها التيار المتردد عند مروره في مكثف بسبب سعته، هي الممانعة التي يلقاها التيار المتردد أثناء مروره في مكثف بسبب إيه؟ سعته. طب الفوتون، الفوتون عايزك تستوعب انت بتتكلم عن الفوتون ايه، يعني ايه الفوتون؟ هو كم من الطاقة ماشي مركزة في حي صغير جدا ماشي، له كتلة وله كمية تحرك ويتحرك دائما بسرعة الضوء، وله حيز صغير هو الطول الموج بتاعه، لذلك اذا سقط على جسم سيؤثر عليه بقوة صغيرة جدا، تأثيرها ضعيف جدا، لا يظهر إلا إذا كان هذا الجسم صغير مثل الإلكترون. طيب بما تفسر كل من تقعر القطبان المغناطيسيان في الجلفانومتر؟ هنا واحدة واحدة، وأنا عايزك يا جماعة إن شاء الله في ليلة الامتحان لازم تسترجع القراءة من كتاب الوزارة عشان تعرف حدود إجابتك ولا تكبر ولا تصغر. تقعر القطبان المغناطيسيان ليه في الجلفانو؟ حتى تكون خطوط الفيض بينهما على هيئة أنصاف أقطار، فتكون كثافة الفيض في الحيز الذي يتحرك فيه الملف ثابتة، وتكون خطوط الفيض دائما موازية لمستوى الملف وعمودية على الضلعان الطوليان لهذا الملف. طب ده كله عشان إيه بقى؟ وبالتالي يتناسب انحراف المؤشر مع شدة التيار لينتظم التدريج. لذلك أنا لو حبيت أقول اشرح بالتفصيل لتدريج الجلفان وتدريج منتظم هوصل في نهاية الإجابة لتقعر الأقطاب، لأن أنا عشان أقول له والله التدريج منتظم لو عايز بالتفصيل، طبعا الإجابة السطحية اللي هي إنه شدة التيار أو إن انحرق زاوية انحراف المؤشر عن وضع الصفر تتناسب طرد مع شدة التيار ماشي. طب وليه بقى؟ هقول له والله إنه زاوية انحراف المؤشر نفكر بعد كده بتتناسب اصلا مع العزم اللي بيساوي بي اي اي ان ساين ثيتا. طب ما البي والاي والان دول ثوابت، اللي كان المتغير بتاعي هو الساين ثيتا، طب ايه اللي خلى الساين ثيتا اللي هي الزاويه دايما قيمتها ثابته؟ هو تقعر الاقطاب. طيب برضو لما انت تحس ان انت عايز تجمع الاجابه انا حريص على ان نص الاجابه هو اللي ايه في كتاب الوزاره. طيب السؤال اللي بعديه، قلب المحول الكهربي مكون من شرائح معزولة للحد من أثر التيارات الدوامية فقط، للحد من أثر التيارات الدوامية. طيب برضو ليه لو أنا حبيت أطول في الكلام شوية؟ ده يعمل على زيادة كفاءة المحول، يعني أنا لو أنا ما عملتش القلب دوت مقسم إيه الضرر اللي هيقعد عليه؟ طبعا هيسخن، وبالتالي في طاقة كبيرة هتفقد في صورة تيارات دوامية، وده هيؤدي إن الطاقة اللي داخلة كتير منها هيهدر، يبقى ده برضو بيصب في النهاية في زيادة كفاءة المحول. إنما الإجابة اللي نكتبها قلب المحول الكهربي مكون من شرائح معزولة ليه؟ للحد من أثر الدوامية التيارات الدوامية، وزود كلمة لزيادة كفاءة المحول. جيم، ما هي أقل كمية تحرك لفوتون؟
يحدث تأثير كهروضوئي، يعني يتمكن من ان هو ايه يحرر الكترون من سطح دالة الشغل له بتساوي كذا. دالة الشغل ده يا جماعة اللي هي الاي دبليو بتساوي 1.6 في 10^19 بتساوي في نفس الوقت اتش نيو سي. طب انا دلوقتي اقدر استفيد ايه دلوقتي؟ انا عندي والله الاي دبليو بتساوي اتش نيو سي. طيب اقدر اجيب التردد الحرج ده كده اقل تردد، بس هو عاوز اقل كمية تحرك. طب انا ممكن اغير في الشكل ازاي؟ طب هو مش دي كده الاتش نيو سي، النيو سي نفسها ممكن نفكها سي على لامدا سي، تمام؟ طب انا لو خدت الاتش على لامدا ما هي دي هتبقى كمية التحرك، فانا ممكن اخليها هتساوي بي ال سي ضرب سي. يعني انا خدت ال H على لامدا بايه؟ ب بي ال، تمام؟ يبقى ال بي ال سي سي عشان اجيبها خطوه واحده بس، فتبقى ال بي ال هتساوي ايه على ايه؟ ال اي دبليو على السي، وتبقى من خطوه واحده. ال اي دبليو عندي 1.6 في 10^19 جول، وهي مش عايزه تحويل ولا اي حاجه، على 3 × 10^8، وعوض تعويض مباشر يطلع الناتج كذا. ايه بقى؟ دي كمية تحرك، يبقى كيلو جرام متر لكل ثانية. السؤال الثالث، اختر الإجابة الصحيحة في كل مما يأتي. المقاومة التي توصل على التوازي مع مقاومة 10.5 لكي تصبح المقاومة الكلية 10 هي نقط. طبعا ده سؤال سهل بالنسبة لناس كتير، ده بيفكرنا بتوصيل مقاومات توالي وتوازي. طبعا هعمل ايه؟ عايز مقاومة توازي مع المقاومة 10.5. طبعا في حالة التوازي بين مقاومتين بيبقى ضربهم 10.5 في المقاومة اللي أنا عايزها دي على 10.5 زائد المقاومة اللي أنا عايزها، عايز المحصلة بتاعتهم كام؟ 10. بعمل مقص يبقى 105 × 10 R بيساوي 10.5 R. هتروح ال 10 R الناحية التانية، يبقى نص ال R بيساوي 105، يبقى ال R نفسها هتساوي 210 Ω. يبقى انا الاختيار بتاعي هيكون 210 Ω. السؤال اللي بعده، في الدائره المقابله اذا كانت الاكس ال بتساوي الاكس سي، هي فين الدائره دي يا استاذ؟ الدائره دي اهي، الاكس ال قد الاكس سي، يبقى احنا دلوقتي دي في حاله رنين، وبالتالي لازم الاكس ال بيساوي ايه؟ الاكس سي، ودي المقاومه بتاعتنا. وبيقول لي وكان الجهد على الملف 100 فولت. الجهد على الملف 100 فولت، يبقى على طول قبل ما اكمل يبقى المكثف كمان هو كمان 100 فولت. يكون الجهد على المقاومه بيساوي كام؟ انا عندي جهد المصدر بيساوي ال 220. افكرك، هو الجهد بتاع المصدر هنا بيساوي جذر في ار تربيع زائد في ال ناقص في سي الكل تربيع، دي بتساوي دي، فمحصلة دول بتساوي صفر. فيبقى انا هنا عندي الفي توتال بتاعتي بتساوي هي الفي ار، يعني الفي ار بتاعتي او الجهد على المقاومه هيبقى 220 فولت. السؤال اللي بعده ب، بس صلي على النبي الاول صلى الله عليه وسلم، متى يصبح في دايره ال سي ار يكون لها خصائص حثيه؟ يكون لها خصائص حثيه لما تتفوق ال ال على السي. تتفوق ازاي؟ يبقى الاكس ال اكبر من الاكس سي، وبالتالي الفي ال اكبر من الفي سي. طب خصائص سعوية لو الـ VC كانت أكبر من الـ VL. طيب خصائص أومية لو كانت الـ VL قد الـ VC. طيب فرق الجهد بين طرفي دائرة كهربية إمتى يتساوى مع قاف د الكاف للبطارية؟ أفكرك ده كان مشهد مشهور، آدي البطارية هيت وآدي الفولتميتر. لو كانت الدائرة مفتوحة بهذا الشكل فهيبقى هو اصلا هنا ال V بيساوي V باتري ناقص ال I R سمول. في حالة فتح الدائرة هيبقى ال V بيساوي ال V باتري، اقول له يعني عندما تكون الدائرة مفتوحة. طب المرة امتى ال V بتبقى اصغر من ال V باتري؟ والله لما الدائرة تكون مغلقة. طب امتى ال V اكبر من ال V باتري؟ يعني امتى ده اقرب اكبر من ال V باتري؟ والله لو كانت البطارية دي بتشحن عن طريق بطارية اخرى اقوى منها، يبقى دلوقتي هيبقى ال V هيساوي ال V باتري زائد ال IR. طيب امتى، اخر سؤال، امتى ال V بيساوي صفر؟ امتى فرق الجهد بين طرفي المصدر هنا يساوي صفر؟
اقول له والله لو كان الجهد مستنفذ كله في المقاومه الداخليه يعني ممكن يبقى الفي بيساوي في باتري ناقص اي ار سمول بيساوي صفر في الحاله اللي هي دي، يبقى هنا عندي في باتري وعندي ار وكل جهد البطاريه مستنفذ داخل نفسها، وبالتالي الفولتميتر هيقرا صفر، ودي الحالات اللي ايه بتاعه الفولتميتر ده كلها. طب السؤال اللي بعده، الجهد والتيار في دائره ال سي ار متفقين في الطور. طبعا دي من خصائص حاله الرنين، اللي هو لما يكون ال ال قد السي، او يكون مش ال ال قد السي يعني الفي الفي ال قد الفي سي، انا ببقى في حاله رنين، وبالتالي بيبقى هنا زاويه التور صفر. زاويه التور صفر يعني الجهد والتيار الكلي متفقين في التور، يعني الاجابه بتاعت السؤال ده الجهد والتيار في دائره ال سي ار بيبقوا متفقين في التور اذا كان الاكس ال قد الاكس سي وبالتالي الفي ال قد الفي سي. طيب امتى اضاءه المصباحين المتماثلين في الدائرتين المتقابلتين متساويه؟ امتى الاضاءه دي قد الاضاءه دي؟ اول حاجه هي الاضاءه، بروح ادور على طول على الباور، والباور زي ما انت عارف v في i او i تربيع في r او v تربيع على r. طيب ده في حالة التيار المستمر. طب وفي حالة التيار المتردد؟ هي هي نفس القوانين بس باخد الايه الافكتيف، يعني بقى v افكتيف في i افكتيف. طيب تمام، المصباحين زي ما انتم شايفين نفس المقاومة. طيب هنا الباتري 120 فولت، يبقى لازم هنا المصدر المتردد يدي قوة دفع فعالة قيمتها برضو 120 فولت، وما انا هعمل ايه؟ يبقى المفروض هنا عشان يدي نفس الاضاءة الـ V effective تساوي 120 فولت. طب هو الـ V effective دي كانت بتساوي ايه؟ بتساوي V maximum في 1 على جذر 2. طيب عشان تساوي كده يبقى الـ V effective بتساوي V maximum في 1 على جذر 2، يبقى الـ maximum بتساوي V effective في جذر 2. يعني لازم العلاقة دي تقول إلى إيه بقى؟ إن الـ V تساوي كام؟ تساوي 120 جذر 2 ساين أوميجا T. طيب اذكر استخداما واحدا لكل مما يأتي. قاعدة لينز، قاعدة لينز تحديد اتجاه التيار المستحث المتولد في ملف. قاعدة أمبير لليد اليمنى، تحديد اتجاه المجال المغناطيسي حول سلك مستقيم يمر به تيار كهربي. المحول الكهربي استخدامه ايه؟ استخدامه أنا سمعك عايز تقولي رفع وخفض القوة الدفع المترددة، دي اسمها الوظيفة بتاعته، إنما الاستخدام أنا بستخدمه عشان ايه؟ بستخدمه في عملية نقل الطاقة من أماكن التوليد لأماكن الاستهلاك، وبستخدمه في العديد من الأجهزة، يبقى ده الاستخدام، إنما الوظيفة بتاعة المحول هي رفع وخفض القوة الدفع الكهربية المترددة. طيب السلك الزنبرقي في الأميتر الحراري، عايز أفكرك إن السلك أو الزنبرق بتاع الأميتر الحراري دوت هو بيجعل خيط الحرير دائما مشدود، وبالتالي خيط الحرير ده هو ملفوف لفة على البكرة التي تحمل المؤشر، وبما انه الزنبرك دائما في حالة شد وبيجعل خيط الحرير مشدود، يبقى هو وظيفته جعل خيط الحرير مشدود، وبالتالي عند ارتخاء سلك البلاتين والإريديوم يقوم بشد خيط الحرير لتدور معه البكرة ويدور المؤشر. طيب ده كان السؤال الثالث. السؤال الرابع، اكتب المصطلح العلمي. واحد، ظاهرة تشتت فوتونات أشعة جاما عند اصطدامها بالإلكترونات الحرة داخل مادة. ها هو هنا طبعا مغير شوية في شكل الصيغة، دي ظاهرة كومتون. القوة الدفع الكهربية المتولدة في ملف نتيجة تغير التيار فيه بمعدل 1 أمبير في الثانية. معرفش ليه بيكرر السؤال، طبعا ده معامل الحث الذاتي في الملف. طيب أو للملف، مقاومة صغيرة توصل على التوازي مع ملف الجلفانو لزيادة مداه، طبعا ديت ايه مجزئ التيار. اقل طاقة ضوئية تلزم لتحرير اقل الالكترونات ارتباطا بسطح المعدن، دي هتبقى دالة الشغل. ضع علامة اكبر من او اصغر من او يساوي. طبعا
طيب السعة الكهربية لثلاث مكثفات متصلة على التوالي، طبعا هو لعب على الحتة اللي بتعمل لخبطة عند الناس. نقط السعة الكهربية لها عند توصيلها على التوازي. المكثفات خدوا بالكم في فرق بين الاكس سي والسي، سواء المقاومات، الملفات، المكثفات، اما بتوصل توالي الار بتكبر، الاكس ال بتكبر، الاكس سي بتكبر، توازي بيصغروا. طيب اما السعة هي بس اللي ماشية بعكس هذا المنطق، يعني انا لما بوصل مكثفات توالي ها السعة بتقل، توازي بتزداد السعة. يبقى السعة الكهربية لثلاث مكثفات متصلة على التوالي هتكون أقل من السعة الكهربية لها عند توصيلها على التوازي. شدة التيار الكهربي المار في الملف الابتدائي للمحول الرافع للجهد. نقط شدة التيار الكهربي الناتج في الملف الابتدائي، الملف الايه الثانوي. طبعا المحول اللي هيرفع الجهد هيخفض التيار. هيخفض التيار يعني هيكون تيار الثانوي أقل من هو تيار الثانوي هو الثاني، يبقى أقل من يبقى الأولاني أكبر. يبقى شدة التيار الكهربي المار في الملف الابتدائي للمحول الرافع للجهد هيكون أكبر من شدة التيار الكهربي الناتج في الملف الثانوي. سؤال ثلاثة برضو أكبر من أو أقل من أو يساوي كثافة الفيض المغناطيسي عند مركز ملف دائري نصف قطر R تصبح. نقط كثافة الفيض عند نقطة على محوره عند إبعاد لفاته بعضها عن بعض وأصبح طوله 2R. يعني أنا الملف الدائري هبعد لفاته عن بعض هخليه لولبي. طيب أنا عايز أفكرك معايا كده، هنكتب مع بعض اللي هو إيه القانون بتاع الملف الدائري. البي كان بيساوي ميو إن آي على 2R. طب لما أخليه لولبي هيبقى البي بتساوي ميو إن آي على إل. سؤال أنا هخلي طوله 2R، طبعا لقوانين المنهج هنا هتبقى الإجابة يساوي، ولكن من الناحية العلمية في تفاصيل بس هي برة حدود المنهج بتاعنا تخلي السؤال دوت غير دقيق أو يحتاج إلى تفاصيل أدق عشان يبقى الإجابة بتاعته صحيحة 100%. إنما في حدود المنهج بتاعنا هيبقى إيه الإجابة يساوي. أربعة فرق الجهد بين طرفي المقاومة R. نقط فرق الجهد بين طرفي المقاومة 2R متصلتان معا على التوازي في دائرة كهربية. يعني أنا عندي دائرة كهربية ومقاومتين متوصلين مع بعض توازي، واحدة قيمتها R والتانية قيمتها 2R، أخبار فرق الجهد هنا وفرق الجهد هنا مالهم؟ برضو هتبقى إيه تساوي على طول. طيب جلفانومتر مقاومة ملفه 20 أوم، يبقى الRG بتاعتي بتساوي 20 أوم. احسب قيمة المجزئ، يعني عايز الRS. اللازمة لإنقاص الحساسية بتاعته إلى العشر. كلمة إنقاص الحساسية إلى العشر يعني يقيس تيار قد اللي كان بيقدر يقيسه 10 مرات. يعني الآي أميتر بتساوي 10 IG. طب أنا لو نسيت القانون صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، بروح عامل الرسم المبسط دوت، دي كانت الآر جي ودي كانت الآر إس، بيجيني من هنا الآي أميتر بيمشي معايا فوق الاي جي بيمشي تحت الاي اميتر ناقص الاي جي، وبعدين انا في حالة توازي فيبقى على طول الاي جي ار جي بيساوي الاي اي ناقص الاي جي ضرب الار اس. طب الاي جي انا معرفهاش، الار جي قيمتها 20، طب الاي اي بعشرة اي جي ناقص الاي جي يبقى الاثنين 9 IG في ار اس، بحذف الاي جي من الناحيتين يبقى الار اس بتاعتي قيمتها 20/9 أوم. السؤال اللي بعده بيقول لي احسب كمية التحرك والكتلة المكافئة لفوتون طول الموجي 1 أنجستروم. يبقى انا عند اللمضة 1/10^10 متر، علما بان مدين السي ومدين الاتش. فانا هنا محتاج استرجع اولا الفوتون، لو انا اديتك معلومه واحده بس تقدر تجيب بقيه المعلومات كلها اللي عن الفوتون. طب انا مدي لك هنا الطول الموجي، لو انا كنت طلبت التردد كنت انت هتعمل ايه؟ هتقول لي سي على لندا، ماشي. طب لو انا كنت طلبت الطاقه هتقول لي اتش نيو
طيب لو انا كنت طلبت الكتلة، ما هو انا عندي الاي بتساوي ها ام سي تربيع، طب يبقى الام بتساوي اي على سي تربيع. طبعا انا مش هقعد اعوض لان هو التعويض يعني هيبقى تعويض مباشر، اقدر اجيب الام من اتش نيو على سي تربيع او من اي على سي تربيع. طب لو هو عايز ايه تاني؟ عايز كمية التحرك. طب ما هو البي ال ممكن اجيبها من ام سي لاني جبت الام من الخطوة اللي فاتت، او من اي على سي، او من اتش نيو على سي، او من اتش على لامدا. اذا جميع العناصر اللي انا تخص الفوتون اقدر اجيبها من خلال المعلومة الواحدة بس. طيب ده كان السؤال الرابع. السؤال الخامس، ما هي الفكرة العلمية لكل من المحول الكهربي يعتمد على الحث المتبادل بين ملفين، أفران الحث تعتمد على التيارات الدوامية. طيب الخلية الكهروضوئية تعتمد على إيه؟ تعتمد على التأثير الكهروضوئي. الجلفانومتر ذو الملف المتحرك يعتمد على عزم الازدواج المؤثر على ملف يمر به تيار كهربي وموضوع في مجال مغناطيسي منتظم. قارن بين الأميتر العادي والأميتر الحراري من حيث سرعة المؤشر. الأميتر العادي المؤشر يتحرك بسرعة جدا، والأميتر الحراري بطيء جدا في القراءة وبطيء في العودة إلى الصفر. أما الأميتر العادي بيتحرك لحظيا ومجرد فصل التيار يعود إلى الصفر. حاجز الجهد لسطح معدني ودالة الشغل له من حيث التعريف. حاجز الجهد لسطح هو عبارة عن قوى جذب تعمل نحو الداخل تمنع الإلكترونات من مغادرة سطح المعدن. طب دالة الشغل، دالة الشغل هو أقل طاقة تلزم لتحرير إلكترون من سطح المعدن دون إكسابه طاقة حركة. السؤال الأخير، تيار كهربي شدته 10 أمبير يمر في سلك مستقيم طوله 10 سنتي، فإذا وضع السلك، يقصد السلك كله يعني، في مجال مغناطيسي كثافة فيضه 2 في 10 أس ناقص 3 تسلا أدي البي، بحيث يصنع زاوية 30 درجة مع اتجاه المجال. هي دي الزاوية في هذا القانون، يبقى دي الثيتا بتاعتنا. احسب مقدار القوة المؤثرة على السلك. طبعا أنا عندي قانون القوة بي آي إل ساين ثيتا، حيث ثيتا بين السلك والمجال. طيب عايز مقدار القوة، هيبقى تعويض مباشر، البي بتساوي 2 في 10 أس ناقص 3، الآي بيساوي 20، أما الإل بتساوي 1 من 10، الواحد من 10 طبعا ساين 30، الساين 30 دي هتبقى بنص، هتروح مع الاثنين، وهيتبقى معايا 2 في 10 أس ناقص 3 نيوتن. ثم اذكر اسم القاعدة التي تحدد اتجاه القوة المؤثرة على السلك، قاعدة اليد اليسرى لفليمنج. احنا قلنا احنا عملنا الفيديو دوت عشان رفع الروح المعنوية، شفنا مستوى الامتحان بالنسبة لأغلب الناس هو المستوى متوسط أو أقل من المتوسط كمان. في حاجة كمان إن شاء الله بإذن الله احتمال بكرة ننزل لكم فيديو بتاع الزوايا، تمام؟ هننقي الحاجات دي تنزل اليومين دول عقبال ما بنجهز حاجات ليلة الامتحان، هتنزل إن شاء الله احنا زي ما اتفقنا قبل امتحانات الأزهر، فيديو بتاع الزوايا والرسم البياني إن شاء الله. طيب آخر نقطة، احنا النهاردة لأول مرة هنقفل التعليقات على الفيديو لسبب واحد بس، اللي هو انا لاحظت ان الناس فاضية قوي للتعليقات. احنا مش فاضيين للكلام ده. الوقت اللي انت هتكتب فيه تعليق يا سيدي خلي تعليقك لنفسك انت. نفس الموضوع برضو، الناس مكسلة تدعي، ادعوا لي وبعدين معرفش ايه دعوة 40 غريب مستجابة، دي جبتها منين؟ دعاء المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب. هو انت مش عايز تدعي حتى لنفسك؟ يا سيدي ان شاء الله ربنا مسخر لك ناس بتدعي بظهر الغيب ليكوا كلكوا ان شاء الله، فما فيش داعي تبقى الثقافة دي أساس حياتنا. ألاقي واحد داخل في كل الفيديوهات أنا متأكد أنه أصلا ما شافش الفيديو، هو داخل معرفش هو بيعمل إيه، داخل كل اللي بيعمله ينزل تحت يقوم كاتب دعوة 40 غريب مستجابة، ادعوا لي أخش طب، ادعوا لي أخش أسنان. أنا مش عارف والله ما أعرف إيه الثقافة اللي هي نطت جوه مخكوا دي. يا جماعة انسوا الكلام ده خالص، ربك قريب منك، أنت تعمل إيدك كده وتتقي الله في نفسك وتدعي أنت
ما تخليش وسيط بينك وبين ربنا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.